يا ابني، هي القعدة دي هتطول؟ أنا مش عارف أعمل إيه، بقالنا 3 شهور قاعدين في البيت. دي هي يا حبيبي اللي بقت بتصرف دلوقتي. أول إمبارح بقول لها عايز أجيب علبة سجاير، لأن فلوسي خلصت بيني وبينك، أو مش خلصت بمعنى أصح، أنت عارف مش غريب، هي اللي بتديني المصروف دلوقتي. خليتني أجيب كوسة وبتنجان وبطاطس، ما أنا لو ما عملتش كده مش هلاقي عقب أشربه. دي مفترية، دي على ربنا، ربنا يديها يا رب اشوف فيها مش يوم، اسبوع يا اخي. بقول لك ايه، سلام سلام، عشان جت سلام. اقفل 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 بسرعة. بص، الجو حر وانا راجعه مش طايقه نفسي. انا هنا نص ساعه والاقي الاكل على السفره، مفهوم؟ سولوس فين؟ طلعتها عند ماما عشان كانت بتزني. خلاص الو. لسه راجعه من الخلصانه، لقيته قاعد عمال يقشر البصل وهيعمل الغدا ويعمل بقى، وانا هفضل اعمل كل حاجه. يا بنتي ده طالع ايه طول النهار وهو قاعد لي في البيت زي الدايخه، فانا بقى مش قادره. بس خليه بقى يقعد هو، انا اشتغل ويطلع عين اهلي وهو قاعد لي كده. لا يا ماما، اعمل بقى بلقمتك، انا مش قادره اساسا. بس طيب بقول لك ايه، تليفوني وكلام ماسنجر عشان مش معايا رصيد. ماسنجر؟ لا اصل انا ما جددتش يوم الراوتر، علشان عايزين اجدد له الراوتر ويجي بعد كده يقعد يكلم ستات على النت ولا يعمل رسائل وانا اللي بيطلع عيني. لا انا بس شويه كده اشوفه عمل الغدا ولا عمل ايه، عشان لسه الكهرباء مسمعاه كلمتين. هخلص كده واكلمه. خلاص؟ طب خلاص، ماشي ماشي، يلا سلام. ماشي يا حسن، اتقل عليا. هي مش كانت بتعمل باميه؟ راحت فين الباميه؟ طب هما كانوا قايلين ايه؟ نص كيلو باميه وفصين توم. ايه اللي انت بتنيله ده؟ بقالك 3 شهور قاعد لي قدام المخروب، سيبت سفرة وبنرى مفروض وما تشوفتش منك طبق شوكة حتى. انا قرفت يا حسن، قرفت والحمل بقى تقيل عليا. انا طالعه اجيب البنت من عند امك وهات الريموت ده. هات الريموت. خلصت. حاضر، اتفضلي. هات. وصفيني. بيقولوا لي توبي 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 توبي، ازاي بس ازاي تتوبي عيني ازاي؟ سلام، هي البامية بتشعلها ازاي؟ بتشعلها ازاي؟ بيقولوا لي توبي. والنبي يا اختي ما تشوفي. وبعدين بامية ايه دي اللي بتشعلها اصلا؟ وسع، وسع، انا ضغطي بيعلى بسببك وما بقدرش. وسع. انت كسفاني كده على طول. بص يا اخويا، امسك بنتك. يوه، قادره انا، قادره على المرار ده. يوه، الباميه ايه؟ انا تعبت، انا بقالي 3 شهور في القرف اللي انا فيه دوت. هو انا ما بصعبش عليك طيب؟ يعني ما بصعبش عليك وسط اللي بيتقطم الصبح في الشغل وبالليل هنا مع بنتك؟ حرام عليك بقى يا حسن، حس بيا. طيب طيب يلا روح رضع البيت، روح. ازاي؟ برضو هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ ما تتصرف يا حسن. حاضر. ايه كوكو يا سندس يا حبيب بابا؟ ايه جميلة، ايه عسل، ايه خطيبة. يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ برضعها يا هاجر، مش انت قلت لي اتصرف. انت عايز تموت البيت يا حسن؟ قول لي. هات هات يا شيخ، حرام عليك بقى، حرام عليك، تعبتني وتعبت اعصابي. انا زهقت، انا زهقت. وانا كل
لما اعمل حاجه بايظ وحشه بايظ وحشه وتفضلي تقطميني كده بالكلام، ايه بقى ارحميني بقى شويه. ايوه مفيش حاجه بتعملها عدل ابدا، وانا اللي شايله النيل على دماغي. حرام عليك بقى، حتى القهوه اللي بتنزل تقعد عليها مش فالح فيها في حاجه، لا دمره بتعرف تلعب ولا طاوله بتعرف تلعب ولا كوتشينه بتعرف، ده حتى الاستيميشن مش عارف تلعب استيميشن. ده الفندق جابها بالعافيه. خليني ساكته، خليني ساكته. وايه بقى لزومه بقى التقطيم دوت بقى دلوقتي بقى؟ الله يرحم ايام القهوه كنت مرتاح من خلقتك. يا حبيبي خلقتي ديت اللي بتنزل وبتشتغل وبتجيب فلوس اللي بتجيب بيها السجاير، لما تبقى كده تديني مصروف في ايدي ابقى اطلع على خلقتي واقعد زعق فيا. يا اختي الله يخليك. والنبي في ايه يا دكتور؟ طمني. جوزك يا مدام كان حامل وسقط. من مين؟ ايه؟ ازاي؟ الفترة اللي قعدها في المطبخ كتير خلت هرمونات الذكورة قلت عنده وهرمونات الأنوثة زادت. طب والعمل ايه دلوقتي؟ أنا هكتب له على شوية مقويات وفيتامينات يمشي عليها الفترة الجاية. الله يخرب بيتكم، إن ما كناش هنموت من الكورونا يبقى هنموت بسببكم. ايه ده يا دكتور؟ انت كاتب لي كل الدواء البوس، يعني هيبقى اكتر من الخوازيق اللي خدها. عموما جوزك نفسه نفسه.